شهد الرئيس السيسي افتتاح محور التعمير، والذي يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة. ويمتد محور التعمير بطول 35 كيلومترا من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه. قال الرئيس السيسي إن الدولة حريصة على عدم زيادة الأسعار على المواطنين على الرغم من الزيادة العالمية التي حدثت خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور. وأضاف خلال كلمته أثناء افتتاح محور التعمير في الإسكندرية إن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت بشكل كبير، لكن لم يتم تحميلها على المواطنين لأنها ستكون عالية للغاية. رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، مؤكدة على أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه، وصولا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5 والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات. أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في معظم المناطق مع سماع دوي انفجارات وحدوث انقطاعات للكهرباء، وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن عدة موجات من الضربات الصاروخية استهدفت البلاد، حيث تم تسجيل عمل الدفاعات الجوية والطيران في 7 مناطق على الأقل. كما وردت معلومات عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومقاطعات زابوريجيا وكيرفوغراد وأوديسا وبولتافا وفينيتسا وتشيركاسي. أصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم بعد إعلان الاتحاد القاري انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح، وستكون هذه هي الاستضافة الأولى للسعودية في نهائيات الآسيوية التي انطلقت عام 1956. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على المجتمع بخاصة الشباب. وقد أسفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قاضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971. كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من مخدر البانجو وضبط قرابة طنين من مخدر الحشيش، كما تم ضبط أكثر من 390 كيلوغرام من مخدر الآيس. ومع تواصل الضربات الأمنية لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة، تم ضبط أكثر من 307 كيلوغرامات من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الاستروكس تزن قرابة 163 كيلوغرام.
وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18,414,244 قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى 2 كيلوغرام من ذات المخدر. كما تمكنت من ضبط 120,740 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وقرابة 38,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، إضافة إلى 3 كيلوغرامات من ذات المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,027,000,000 جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا غسل أموال بإجمالي 147,000,000 جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 27 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. نتائج كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية على مدار شهر خلال تصديها الحاسم لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجفيف منابعها وحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان، لتبقى الأجهزة الأمنية عينا ساهرة لحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.